بعد الجدل الذي أحدثه قرار وزارة الصحة والسكان إحالة العديد من رؤساء المصالح الاستشفائية على التقاعد. ها هو المسؤول الأول على القطاع يؤكد أن هذا الإجراء ليس عقابا لهم. ماهوش عقاب. وزير الصحة عبد المالك بوضياف وخلال لقائه بإطارات وموظفي القطاع بولاية وهران أكد أن هذه العملية تدخل في إطار الإصلاحات. حان الوقت باش ندير إصلاح. الإصلاح ما فيش اون فيكساسيون. ما عندناش جيني با دو فيكساسيون باش نحي إكس ولا إيكغيك. نو. الإصلاح يتطلب بأنه لابد من أننا نمر على هذه المرحلة. ولاستكمال العملية أمر الوزير الأول عبد المالك سلال تشكيل لجنة للقيام بالإجراءات اللازمة. فيه لجنة هذا بأمر من الوزير الأول باش تدرس هذا الشفري للسيرفيس كيفاش تكون. وزير الصحة عبد المالك بوضياف أكد أن بعض رؤساء المصالح وطيلة مسارهم المهني لم يقوموا بتكوين من يخلفهم في المصلحة. هذا الأستاذ اللي كم من سنة ندير أوتور دو لوي لوفي ما خليليش أن مدرة سيستم واش ندير به؟ اللي نجعل أن حكمة السكتة الطبية مات نغلق سيرفيس؟ لا يجمع، لازم الأمور تكون عاقلة. هي إذن تحضيرات على قدم وساق لمواكبة مرحلة قانون الصحة الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء هذا الثلاثاء.